صحيح البخاري لا يوجد كتاب اسمه صحيح البخاري. فحضرتك هتسأل ايه اللي موجود؟ ايه اللي موجود والارفف مليانه بصحيح البخاري؟ اقول الحديث نقاهم لمتابعين ثم اربعه ثم تمام. صحيح البخاري لو كان موجودا اللي هو ينسب لجمعه ابو عبد الله محمد ابن اسماعيل البخاري المولود بمدينه بخارى خراسان الكبرى اللي هي حاليا دوله اوزبكستان. هذا الرجل كان كفيفا لا يجيد العربية، جاء بعد وفاة الرسول عليه السلام ب200 عام. البخاري رحمه الله في تراجمه العجب العجاب من استنباط المعاني، ولكن غاية أحدهم من الجهل الذي فضحه الله به أنه في لقاء تلفزيوني كان مبتدأ تصحيح البخاري أراد أن يصحح اسم البخاري، يقول هذا الكتاب ليس مصنفه اسمه البخاري، هذا الكتاب اسم مصنفه جمعة محمد اسماعيل. ينسب لجمعة ابو عبد الله محمد ابن اسماعيل لانه مكتوب عليه جمعه محمد ابن اسماعيل. هكذا الجهل يا إخوان، هكذا الجهل. لكن هذا الجهل يبين الواجب علينا، بأن الواجب على طلبة العلم أن يتزودوا من العلم الأصيل وأن يحرصوا عليه وأن يمتلئوا منه، أن يبينوا للناس دينهم.